بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. ثلاث حالات وفاة بينهم طفل وعدد من الإصابات، إضافة لعشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الغبارية التي ضربت محافظة دير الزور. غرفة عمليات الفتح المبين تحذر الأهالي من المشي على الطرقات المكشوفة على نظام الأسد بعد نصبه عدة قواعد صواريخ مضاد دروع جديدة على جبهة ريف حلب الغربي. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 30 عنصراً من قوات النظام بالقرب من حقل صفيان جنوب غربي الرقة. خلال 24 ساعة تسجيل 3 جرائم قتل في مدينة القمشلي بريف الحسكة، راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم سيدة على جسدها أثار تعذيب. وزير الخارجية السويدية أليندي تقول إن بلادها تعتبر حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً بعد تحفظ تركيا على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو. التحالف الدولي يجري تدريبات عسكرية بمشاركة الطيران المروحي في حقل كونيكو شمال شرقي دير الزور.